الثالث بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية. إيه نعم، يعني واحد نوى قال إن شاء الله سنجمع جمع تأخير المغرب والعشاء، أذن عليهم المغرب زين وقالوا للصلاة، قال لا سنجمع جمع تأخير إن شاء الله تعالى. ليش تجمع جمع تأخير؟ قال فلان مريض. ليش تجمع؟ مسافرون، مرض كذا. لكن وصلوا إلى زال العذر، يعني زال المرض، وصلوا إلى بلادهم كذا قبل دخول وقت الثانية، نقول هنا خلاص زال الجمع، ما تجمع الآن. يعني أعطيكم مثالا، الآن لو إنسان مسافر مثلا وجاء إلى البلد، وصل يبي قال نجمع العشاء والمغرب جمع تأخير مثلا بالسفر، وصل الكويت الحين كم يؤدي العشاء؟ 8 ايه، والمغرب 6:30 5 اي نعم. وصل الكويت هنا قال هو في الطائرة قال ان شاء الله سنجمع جمع تأخير اذا وصلنا الكويت ان شاء الله تعالى، ممكن الرحلة تبكر؟ ها ممكن. واحد يقول لي قبل يومين يقول طيارتنا الساعة 2 من البحرين للكويت، الساعة 2 الظهر، وصار جونا اللي مسؤولين في المطار يقول رايحين قال الكويت، قال لي ترى الحين بتطير الطيارة، الطيار ودي يطير مبكر إذا اكتمل العدد بيطير مبكر، يقول طيارة موعدة الساعة 2 طرنا واحدة، عرفت؟ فهذا مثله مثلا لو كان مخطط إنه بيجمع جمع تأخير مثلا المغرب والعشاء، يعني تطير الطيارة مثلا الساعة 7 مثلا، قال سأجمع جمع تأخير إذا وصلت الكويت، خلنا نقول من البحرين، يلا طلعنا من البحرين للبحرين زين، والرحلة من البحرين كم 40 دقيقة؟ تقريبا 40 دقيقة، قال خلاص أنا راح أجمع جمع تأخير عشان على ما أوصل الكويت لم أذن علي العشاء سأجمع جمع تأخير، نوى هذا زين، فجأة طيروا الطيارة شنو؟ مبكرا، وصل الكويت الساعة 7، كم باقي العشاء؟ ساعة. طيب فزال عذر السفر ولا ما زال؟ زال. قال له انا نويت اني اجمع، مو بكيفك تصلي المغرب، واضح؟ لانك زال عذر السفر قبل دخول وقت الثانيه، وهذه ينتبه لها بعض الناس الذين يصلون، خاصه الحين الحمد لله الجناط تاخر زين، فاذا نزلت المطار روح صلى اول شيء اذا ما اذن الوقت الثانيه سواء العصر او العشاء، فاذهب وصل حتى لا يخرج الوقت وتقول انا راح اجمع جمع تاخير، لان الحين زال عذرك، أنا وصلت إلى بلادك، وصلت إلى منزلك، واضح؟ فلا تجمع جمع تأخير، ينتبه لهذا الأمر. نعم.